مرة واحدة. لا مرت عليه السؤال ونفس الحرف أنا أعيده بعدها مرة واحدة. نعم. قال تعالى ولا تؤمنوا الذين من المشركين ولستم بآخذه إلا أن تغلبوا فيه أي إلا تتساهل وتسرفوا في أمره. إجابة صحيحة. وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها أي نصرفها لأهوال مختلفة. إجابة صحيحة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا أي ضيافة تقريبة لهم. ضيافة؟ نعم ضيافة ومنزلا وبيئة تقريبة لهم في الجنة. ضيافة وتكريمة وجزاء. نعم. إجابة صحيحة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. غير الحق. غير الحق أي تجاوزا غير الحق أي تجاوزا الحق. أي غير الحق غير الحق أي تجاوز في بابه. ماذا؟ في أمام في بابه. ماذا يكون في بابه؟ نعم الكفر أو الاعتداء أو تجاوز علوما باطلا. إجابة مخطئة. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم الشيعة اي يغتلبهم في ملابس العدو. نعم اي يغتلبهم في ملابس العدو. يغتلبكم اي يلبسكم يخلطكم في ملاحم القتال. أنت كنت يختلط ثم كنت في ملاحم العدو وهو في ملاحم القتال. إذا نحن نعطيك نصف الدرجة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده. أي أخرجها من طوق من طوق قميصه. إجابة صحيحة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن. أي حتى يذل الكفر. حتى يذل الكفر. طيب هذا نصف نعم وثبت الإسلام حتى يذل الكفر. أنا أقبله على أنه نصف الجواب. نعم بقي النصف الآخر. حتى يذل الكفر ويرتفع الإسلام حتى يبالغ في القتل ويذل الكفر. إذا نحن نعطيك نصف الدرجة. التائبون العابدون السائحون أي الصائمون أو قضاة المجاهدون. نعم الصائمون أو قضاة المجاهدون. إجابة صحيحة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي منزلا حسنا صالحا أرضيا. منزلا صالحا أرضيا. إجابة صحيحة. أرسله معنا غدا يرتع. يبدأ أي يتسع في أكل ما لذ وطاب. إجابة صحيحة. وأما السبب فيذهب جفاء أي مرميا لا نفعله. مرميا. نعم. أي مرميا به مطروحا أو متفرقا نصف الدرجة. وذكرهم بأيام الله. أيام الله أي بنعائمه ووقائه حبا خاليا. إجابة صحيحة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أي ييأسين. نعم آيسون من الولادة. قالتين أي الآيسين. الآيسين من ماذا؟ من الخيل. من ماذا؟
نعم أو لولد. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروا أن يعلوه لاكتفائه، يعلوه لاكتفائه، يعلو على ظهره لاكتفائه. ومن الناس من يجاري في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، مريض أي متمرد متجرد عن الخير. متمرد؟ نعم متجرد عن الخير. شيطان مريض أي متمرد. متمرد هذا صحيح. نعم. بقي ما النصف الآخر. متجرد. نعم. متمرد. نعم. عاجز متجرد للفساد. نعم. نصف الدرجة. وقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لزاما. نعم، أي فسوف يكون أي لكان إهلاكهم لازما. نعم. لكان إهلاكهم لازما. نعم. لزاما. قد كذبتم فسوف يكون لزاما. أي عقابا ملازمة له. عقابا نصف الدرجة. يكون جزاء تكذيبكم عذابا ملازما له. قال تعالى حتى يصدر الرعاة، يصدر الرعاة أي حتى يصرف الرعاة مواشيهم الماء، مواشيهم الماء عن الماء، عن الماء. جرد صحيحة. جند ما هنالك محزون من الأحزاب، ما هنالك، هنالك نعم أهل مكة، نعم بمكة المكرمة، بمكة نعم متى متى؟ غزوة بدر أو ماذا؟ نعم أو أحزاب أو يوم الحج أو يوم الحج نصف الدرجة. نأتي إلى السؤال الأخير وهو سؤال بسيط. ما ضابط نعم ما ضابط التمييز بين ما هو مكي وما هو مدني؟ ضابط يعني العلماء لديهم ضابط يميزون به بين ما هو مكي من القرآن وما هو مدني. ما هو هذا الضابط؟ الضابط هو نعم إذا نزل السورة أو الآية قبل الهجرة نعم فهي مكية، نعم وإذا نزلت بعد الهجرة نعم ولو كان خارج المكة فخارج المدينة عنه. نعم. المدينة نعم.